نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعناوين. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والجنوبية عبر الأجواء اللبنانية. القدس والمسجد الأقصى وما يجري في فلسطين اليوم من تفاصيل يومية يجب أن يواكب من كل الأمة وليس فقط من الشعب الفلسطيني. السيد نصر الله يحذر من حماقات قد يرتكبها نتنياهو ويؤكد أن حزب الله يدخل بواخر النفط إلى لبنان ما لم تتحمل الدولة مسؤوليتها. الكابينة الإسرائيلي يرجئ مسيرة الأعلام إلى الثلاثاء المقبل بعد نقاشات حادة بين نتنياهو وغانتس، والأخير يدعو إلى تجنب أي تصعيد حاليا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في ريف حمص وسط سوريا. مصدر عسكري سوري قال أن الطائرات الإسرائيلية نفذت العدوان من فوق الأراضي اللبنانية، قصفت بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ وأسقطت بعضها. كما أكد المصدر أن الخسائر اقتصرت على الماديات. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يذهب إلى أي خيار أحمق نتيجة أزمته، مشددا على ضرورة متابعة هذا الأمر. وفي كلمة بمناسبة ذكرى 30 لانطلاقة قناة المنار، أكد السيد نصر الله أن المقاومة تعمل بجد من أجل الوصول إلى معادلة حرب إقليمية مقابل القدس. لأننا أمام عدو حاقد ومأزوم وأحمق، وعندما يكون العدو حاقدا ومأزوما وأحمقا قد يهرب إلى الأمام من أزماته الداخلية. اليوم الكل يعرف حجم المأزق أو المآزق، وليس المأزق الوحيد، المآزق السياسية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي. هذه حال المهزوم والمأزوم، ولذلك نتنياهو هذا قد يذهب إلى أي خيارات. هو هدد في الموضوع النووي، وقد يلجأ إلى حماقة مجددا في الموضوع الفلسطيني، وبالتالي يضع الأمة بأكملها أمام تحديات جديدة واستحقاقات جديدة. إذن هذا الأمر يجب أن يتابع. يجب التذكير بأن القدس والمسجد الأقصى مسؤولية الأمة بكاملها. هناك من يتحمل مسؤولية وهناك من يتخلى عن مسؤولية. السيد نصر الله أعاد تأكيد معادلة القدس مقابل حرب إقليمية كان طرحها سابقا، مشددا على ضرورة العمل بجد للوصول إلى معادلة من هذا النوع. نحن نعمل بجد للوصول إلى معادلة من هذا النوع وعلى تواصل مع الجميع. وأول الغيث جاء من يمن الإيمان ومن يمن الحكمة ومن اليمن المبارك. عندما أعلن سماحة القائد السيد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له أنه وأن حركته والمقاومين والمجاهدين معه وشعبه هم حاضرون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة الإقليمية لحماية القدس والمقدسات، وأنا أعرف قبل أن يعلن ذلك أنهم جاهزون ليكونوا جزءا من هذه المعادلة. وما عبرت عنه المظاهرات اليمنية والبيانات الختامية في يوم الصرخة. نحن على تواصل وعلى نقاش مع بقية ومع كل من يمكن أن يكون جزءا من هذه المعادلة التي يجب أن نصنعها، والتي تستطيع بحق أن تحمي القدس وأن تحمي المقدسات إن شاء الله. نصر الله شدد على أن تغيير موعد الانتخابات النيابية في لبنان أمر لم يفكر فيه أصلا حزب الله لأنه غير مطروح، داعيا إلى حل الأزمة الداخلية عبر تأليف سريع للحكومة العتيدة. دعا إلى حل مشكلة المحروقات، وإلا فإن حزب الله سيحضرها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت. المسألة الأولى، منذ أسابيع هناك من يكتب ومن يتحدث ومن يحاور
ويتحدث عن مخاطر تأجيل أو احتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويتحدث عن احتمال التمديد للمجلس النيابي الحالي. ووجدت أن بعض الدول الأوروبية تتحدث عن هذه المخاوف أيضا بشكل علني. طبعا عندما يقال عن احتمال من هذا النوع، إنما توجه ضمنا التهمة لمن يعتبر الآن الأغلبية النيابية الحالية. أنا أريد أن أعلق باختصار على هذه النقطة، أقول بالنسبة لنا بالحد الأدنى حزب الله، نحن لم يخطر في بالنا هذا الأمر، يعني تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها. كما أشار السيد نصر الله إلى أن معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة لكنها تحتاج إلى قرار سياسي جريء، مشددا على أنه في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها فإن حزب الله سيدخل بواخر النفط إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت. طالما بعدنا عم نقول في دولة وعم تحمل مسؤولية، أنا كمان بدي أرجع عيد كلام قلته بالسابق، لما بالحقيقة الدولة خلص بدنا نيأس، طبعا لازم تبقى الدولة، بس يمكن يجي وقت خلص الدولة ايش تحمل مسؤولية، وبدنا نوصل على محل انه ما في حل وهذا الذل بده يستمر. انا من هلا بقول لكم نحن حزب الله هنروح على ايران نتفاوض مع الحكومة الايرانية وهن قبلانين، ونشتري بواخر نفط بواخر بنزين، لانه نفط اذا جبنا ما في هون يبدلوه، بواخر بنزين وبواخر مازوت، ونجيبها على مينا بيروت، وخلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال البنزين والمازوت إلى الشعب اللبناني. الأمين العام لحزب الله أكد أن قناة المنار ظلت وفية للقيم التي حملتها ولانحيازها للمقاومة والناس. الحمد لله في قنوات كثيرة، يعني لا كثيرة نسبة لما كنا عليه في الماضي، تحمل فكر المقاومة وثقافة المقاومة، لكن في ذلك الوقت في التسعينات نادرا ما كنا نجد قناة أو تلفزيونا يحمل، أو إذاعة كمان إذا فتنا على الإذاعات، يحمل هذا الفكر وهذه الثقافة ويحمل مسؤولية هذه القضية في مقابل مئات الفضائيات والإذاعات التي كانت تروج للمنحى الآخر، للاستسلام لما يسمونه بالسلام، الذي هو في الحقيقة هزيمة وفشل وترويج ثقافة العجز وأن نقبل بما يعرض علينا ومشاكل. في عيدها 30، ماذا قال إعلاميو المنار للميادين؟ فاطمة قاسم عادت بهذا التقرير. خط مستقيم مشته المنار على مدى 30 عاما في زمن إعلام منحرف، مشته وعينها دائما على العدو بمحطات تاريخية تشهد على المصداقية والمسؤولية. المنار واكبت المقاومة منذ البداية، ثم واكبت العالم العربي، واكبت الحروب في سوريا والعراق، كذلك واكبت حرب اليمن، واليوم وكبنا معركة سيف القدس. إلى النصر إن شاء الله. للقدس وفلسطين، كل فلسطين، كانت قناة المنار دوما صوتا. حقبة 30 سنة كانت مليئة جدا بالأحداث والتحولات الكبرى على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة، والمنار كانت صوت ضمير الشعب وصوت المقاومين بفلسطين ولبنان. المنار هي الدفاع عن المظلومين، عن المستضعفين بكل العالم. كنا موجودين بكل ساح وميدان بالميادين المقاومة، لأنه نحن كنا جنبا إلى جنب إلى كافة المقاومين. نحن محرومين من أن يكون عندنا صفحات، للأسف يعني هذا النفاق الإعلامي والسياسي العالمي اللي يمارس على السوشيال ميديا ببعض المطارح، مش كل عشان ما نظلمهم. الناس هي اللي بتعبر أحيانا عن رأينا، ومنتفاجأ بأنه الناس كتير أمامنا أحيانا بكتير من القضايا. أنا بدي أتطفل عليكم بما أنه مجتمعين هون، شكلكم بمناسبة العيد وفي أجواء احتفالية اليوم بالمنار، فبدي كلمة من كل حدا فيكم، شو بتحبوا تقولوا للمنار بهيدا اليوم؟
شو بدنا نقول يعني كنا عم نحكي هلا انه المنار بيتنا ومساقبه بسبب كورونا ما كنا عم نلتقى دائما فهلا العيد عيدين اكيد اول شيء كل عام والمنار بالف خير ونحن يعني بعد محظوظين لانه كنا من العالم اللي فتنا على تلفزيون المنار اكيد بنفتخر انه نحن بنشتغل بهيك قناه مقاومه انا صار لي اليوم 10 سنين بتلفزيون المنار ولا يوم حسيته الا بيت الثاني فان شاء الله العمر كله للمنار وتضل هي صوت المقاومه والمجاهدين وتضل نبض الناس اليوم ولبعد 100 سنه ان شاء الله شو بتقولي كمان عن هيدي الفتره المرحله اللي عشتيها كلها تقريبا 14 سنه المفارقه فاطمه انه انا كنت بالمنار يوم اللي انعملت عمليه الاسر وكنت تلميذ بالجامعه وعم منتج مشروع التخرج بالمنار فانا قدمت مشروع التخرج شهيد بالمنار انك ترجعي على المبنى يعني هيدا دليل انه نحن قد ايه عندنا قدره انه نرجع نحيي من جديد ونرجع على مكان اجمل من مكان المنار التي افتقدت اصواتا حفرت عميقا في وجدان اللبنانيين مصره على ان تبقى بندقيه المجاهدين في الميادين تواكب الانتصارات في زمن التضليل والترهيب والاقصاء والتعتيم فاطمه قاسم قناه المنار الميادين صادقت الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن وفي السياق عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن امتعاضه لمشهد طوابير انتظار اللبنانيين أمام محطات الوقود قائلا إنه لا يقبل للشعب اللبناني هذا الأمر وأكد جاهزيته للمساعدة النشر مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل ما يسمى مسيرة الأعلام في القدس حتى الثلاثاء المقبل بعد نقاشات حادة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني جانتس وأوضح بيان صادر عن الحكومة الأمنية الإسرائيلية أن المسيرة ستقام يوم الثلاثاء المقبل وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن جانتس قوله أو تحذيره من أن تنظيم المسيرة قد يؤدي إلى تصعيد ليست إسرائيل معنية به حاليا طالب رئيس لجنة شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي علي النعيمي بتحرير الفلسطينيين من حماس وإيران بحسب تعبيره النعيمي وفي مقالة نشرت له في مجلة نيوزويك الأمريكية أكد أن لا رجوع على الاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قال إن حماس هي التي تتسبب في معاناة الشعب الفلسطيني لا إسرائيل أضاف النعيمي أن حماس والقيادة الفلسطينية سلبتا عقول مليوني فلسطيني من خلال تسويق أجندتهما السياسية والإرهابية بحسب تعبيره إلى عمان حيث عانق الأسير الأردني عبد الله أبو جابر الحرية بعد أكثر من عقدين قضاهما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تقرير لنا شاهين عبد الله أبو جابر يا حبيبي أقدم أسير أردني يعانق الحرية بعد أن أمضى 20 عاما ونصف العام في غياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي وفرحته لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام وتحرير فلسطين بأيادي المقاومين المقاومة يعني شيء مشرف وبرفع الرأس يعني الانقسام بخلي الاحتلال يتوغل فينا بالزيادة بضعفنا احنا بضعف جبهتنا الداخلية كأسرة إن نقدر نقاوم السجان أول مكان وطأته قدماه المقابر ليشكو همه لوالدين رحلا عن الدنيا من دون وداعه وليرسل ألف تحية لروح شقيقته أما هنا في مخيم البقعة مسقط رأسه فلا شيء غير الفرحة فرحة كبيرة جدا جدا يعني بتغطي على العالم كله لأنه أخوي عبد الله من 20 سنة إحنا ما شفناه ومعتقل بخصوص قضية نبيلة قضية وطنية قضية فلسطين طبعا هي قضيتنا الأولى والوحيدة إن شاء الله دائما بندافع عنها والله لو إنه عريس ما فرحنا في هالفرحة هاي والحمد لله كملت الفرحة إن شاء الله اليوم الأردنيون يفرحون بعودة هذا البطل المقاوم من سجون الاحتلال الصهيوني بعد معاناة مركبة يعانيها أسرانا الأردنيون في سجون الاحتلال الصهيوني حبات النار
عبد الله ذو 46 عاما رأى والديه 3 مرات فقط طوال سنوات أسره، واعتقله الاحتلال بتهمة تفجير حافلة في تل أبيب. الأسير المحرر عبد الله خلف وراءه 21 أسيرا أردنيا وآلاف الأسرى الفلسطينيين، وجل أمله أن يلتقيهم خارج أسوار الأسر للاحتفاء معهم بنصر تحرير فلسطين. لان شاهين عمان، الميادين. جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر عرض مبادرة التبادل المعلنة من زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي بخصوص الفلسطينيين المعتقلين لدى النظام السعودي. الحوثي لفت إلى أن تكريمه من قبل حماس شرف كبير له، كان ينوي إهداءه إلى شهداء اليمن خلال العدوان على البلاد. قال أنه حاضر للتنازل عن الدرع المقدم إليه من حماس وإرساله لقيادة النظام السعودي إذا أفرج عن المعتقلين لديه من دولة فلسطين. إلى ملف الانتخابات الرئاسية في إيران، حيث ركزت المناظرة الثانية بين المرشحين للرئاسة على الوضع الاقتصادي والعلاقات الخارجية، فيما دخلت الجزائر في صمت انتخابي قبل الاستحقاق التشريعي السبت المقبل. إذا نبدأ من إيران، حيث واصل المرشحون للرئاسة عرض برامجهم الانتخابية ضمن المناظرة التلفزيونية الثانية. تمحورت نقاشات المرشحين 7 حول الظروف المعيشية والأزمات الاقتصادية إضافة إلى الملفات السياسية. تقرير حسن شرار. قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في إيران جاءت المناظرة التلفزيونية الثانية للمرشحين، وكما الأولى تمحورت أفكار المرشحين وبرامجهم حول الأوضاع الاقتصادية. المرشح محسن مهر علي زادة تطرق إلى ملف الاتفاق النووي وانعكاساته، واعدا بالعمل على تحسين أحوال العمال والمعلمين. يجب المضي بقوة في مسيرة إحياء الاتفاق النووي وتوظيف جميع إمكانات البلاد لجهة الحصول على نتيجة لمحادثات فيينا، وهناك فئات كالعمال والمعلمين يتعرضون للظلم ويجب إنصافهم. المرشح سعيد جليلي رأى أن الاتفاق النووي أدى إلى زيادة العقوبات لا تقليصها. العلاقات الدولية قاسم مشترك ونقطة خلاف أيضا، يمكن إقامة العلاقات مع كثير من الدول، وسأعمل على تأسيس علاقات بناءة مع دول الجوار والعالم الإسلامي. أما المرشح عبد الناصر همتي فوعد برفع العقوبات عن البلاد. العقوبات سبب للمشاكل الاقتصادية، لأن بعض الفاسدين يحصدون سنويا الغنائم منها، لذا سأعمل على رفعها وعلى تحقيق العدالة في الصحة والتعليم للجميع. المرشح أمير حسين قاضي أضاء على أهمية العلاقات الخارجية واعدا بتشكيل حكومة سلام. آلية عمل وزارة الخارجية يجب أن تؤمن المصالح الوطنية والاقتصادية، ومحور حكومتي حكومة السلام، الأسرة والشباب وحل مشاكلهم. بدوره أكد المرشح إبراهيم رئيسي على حاجة إيران للاستقلال في العديد من المجالات. لدينا الاستقلال السياسي ونفتقد للاستقلال في الأبعاد الأخرى بسبب الرؤى الحزبية والفردية الضيقة، وفي الاقتصاد أرى أن مهمة أي حكومة هي متابعة الجهود لرفع العقوبات. إلى ذلك تعهد المرشح علي رضا زاكاني بمكافحة الفساد والقضاء على ما وصفه بالشللية والقبلية. منذ 3 عقود يسيطر البعض على اقتصاد البلاد، واليوم نواجه الفقر المدقع والثراء الفاحش والظلم في توزيع الثروات، ومهمتي هي إخراج الحكومة من يد الأشراف إلى يد خادمي البلاد. أما المرشح محسن رضائي فوعد أيضا بالعمل على رفع مستوى الطبقة الفقيرة. مشروعي هو إيران من دون أي فقير. سأعمل على تقديم المعونات المالية الشهرية على أمل أن لا يبقى أي فقير في إيران. الأمل يرى ولا يقال، وسأعتمد في ذلك على الجميع، أصوليين وإصلاحيين. يجمع المرشحون على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية ويختلفون على بعض الطروح السياسية، لكن يبقى الهدف المشترك الارتقاء بالبلاد.
إلى الجزائر التي دخلت أيام الصمت الانتخابي الثلاثي في أول انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد السبت المقبل بعد إطاحة نظام بوتفليقة. وانتهت مساء أمس الحملات الانتخابية لنحو 2288 مرشحا. جرت الحملة الانتخابية التي دامت 20 يوما في إطار الضوابط التي حددها القانون المتعلق بنظام الانتخابات. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن واقعة الاعتداء عليه بالصفع من قبل أحد المواطنين خلال زيارة له إلى جنوب فرنسا حادث فردي يجب وضعه في إطاره. وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت شخصين بعد قيام أحدهما بمهاجمة ماكرون وصفعه على وجهه، وذلك عند توقفه لتحية المواطنين قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المعتدي. N'importe quoi. C'est une honte, oui. Oh, mais son marteau. Venez là, nous on ne veut pas du mal. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا بإجماع 68 صوتا مقابل 32 بهدف مواجهة ما وصف بالنفوذ المتزايد للصين. انضم 19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح أقرار المشروع، وصوت السيناتور الديمقراطي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز ضد مشروع القانون. من جديد إلى العناوين. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والجنوبية عبر الأجواء اللبنانية. القدس والمسجد الأقصى وما يجري في فلسطين اليوم من تفاصيل يومية يجب أن يواكب من كل الأمة وليس فقط من الشعب الفلسطيني. السيد نصر الله يحذر من حماقات قد يرتكبها نتنياهو، ويؤكد أن حزب الله سيدخل بواخر النفط إلى لبنان ما لم تتحمل الدولة مسؤوليتها. الكابينت الإسرائيلي يرجع مسيرة الأعلام إلى الثلاثاء المقبل بعد نقاشات حادة بين نتنياهو وغانتس، والأخير يدعو إلى تجنب أي تصعيد حالياً. المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة للقاء.